رجعنا لكم بالفقرة الرياضية، واللي هنتكلم فيها أكيد عن نتيجة مباراة القمة وأسبابها، وهنتكلم فيها كمان عن انتقالات اللاعبين واستعدادات الفرق المصرية للموسم الجديد. كل ده وأكتر هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، الناقد الرياضي محمد عراقي. صباح الورد عليك. صباح الورد يا سلمى، ازيك؟ ايه الاخبار؟ منوره الدنيا. ده نورك انت. خلينا بقى نبتدي بمباراه القمه، يعني كل الناس بقى محتاجه تسمع تحليل المباراه. النتيجه كانت يعني غير متوقعه بالفارق الكبير ده، فخلينا كده نحلل المباراه واحده واحده مع بعض. انت كناقد رياضي في البدايه كده، كنت متوقع النتيجه دي 4-1 على طول كده؟ يعني قبل المباراه لو جيت سالتي اي حد من الجمهورين، حتى مش هنتكلم كنقاد رياضيين او حتى كناس متخصصين في المجال، هيقول لك ان الاهلي اقرب للفوز. رغم ان الدوافع ممكن تكون عند الزمالك اقوى، يعني احنا لو جينا اتكلمنا عن قصه الدوافع قبل المباراه اكيد كانت عند الزمالك اقوى. ليه؟ لان الاهلي ببساطه كان حسم بطوله الدوري العام. كان من المتوقع لو مشينا بالسيكونس الطبيعي ان الاهلي لازم كان يفوز على الزمالك عشان يفوز ببطوله الدوري العام، ولكن بيراميدز اهدى النادي الاهلي اللقب في الجوله، في نفس الجوله لما خسر من سيراميكا، نادي سيراميكا، فبالتالي منح الاهلي الدوري وهو قاعد في البيت زي ما بيقولوا. فبقت مباراه القمه مباراه زي ما بيقولوا كده مباراه للشهر من جانب الفريقين. فليه بقى دوافع الزمالك كانت المفروض تبقى اكبر؟ لان الزمالك موسم صعب جدا، ما حققش ولا بطوله. ناس كتير من الجماهير سواء جمهور النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك بيعتبر الفوز بالقمه نفسه بطوله، فبالتالي كانت المفروض الدوافع عند لعيبه نادي الزمالك تكون اقوى ان هم يفوزوا على الاهلي، فبالتالي على الاقل يصالحوا جمهوره. على العكس تماما، الاهلي بيحقق بطوله او بيحقق موسم استثنائي، كل البطولات تقريبا خدها، سواء افريقيا، سوبر، كاس، كل البطولات، يعني كل صحيح. حاجه الاهلي السنه دي خدها، فبالتالي الدوافع عند الاهلي ممكن تكون كانت اقل شويه، ولكن المفاجاه ان احنا شفنا العكس، الدوافع كانت عند النادي الاهلي اقوى في المباراه. ده بيظهر في ايه يا سلمى؟ بيظهر في الالتحامات، بيظهر في الكرات المشتركه. انا النهارده لما اكون كوره بين اتنين لعيبه تمام، ونلاقي مثلا لعيب الاهلي اسرع ليها مع ان هما ممكن يكونوا في نفس الصوره، او في الالتحام الهوائي مثلا تلاقي لعيب الاهلي داخل بقوه اكبر، ده دايما بيفصل لنا يعني ايه ان انت تكون عندك دوافع اكتر في المباراه. بخلاف في نقطه تانية مهمه جدا، قصه اسوري المدير الفني نادي الزمالك. لما تكون هتلاعب فريق كلنا عارفين ان هو اقوى فريق في افريقيا دلوقتي، اي حد هتيجي تساليه هيقول لك، هتقولي له مين اقوى فريق في افريقيا؟ هيقول لك الاهلي بدون جدال يعني. والزمالك في الفتره دي متراجع، كان في فتره من فترات الاهلي والزمالك هما الاقوى في افريقيا، لسه قريب يعني. ولكن الفتره دي الزمالك متراجع بدليل النتائج بتاعته، فبالتالي وانت داخل تلعب النادي الاهلي لازم تكون عندك حرص اكتر من كده. طب تفتكر هنا المشكله في المدير الفني؟ وطبعا في تصريحاته بعد المباراه في المؤتمر الصحفي قال انا بعتذر لجمهور الزمالك، والمشكله تكاد تكون مشكلتي في خطه اللعب نفسها. فانت شفت تصريحاته ازاي؟ لان التصريحات كانت يعني الى حد ما قويه. هي مش تكاد تكون، هي مشكلته الاساسيه خطته. ابتدى المباراه غلط، وده واضح جدا، لان انت ما تلعب من غير ديفندر قدام نادي كبير زي النادي الاهلي، فانت كده بتجازف مجازفه قويه جدا ان انت تلعب باربع خمس لعيبه طايرين بقوه في الخط الامامي، دي مجازفه كبيره جدا جدا. بخلاف كمان ان انت عارف ان قوه النادي الاهلي في خطين اساسيين بشكل كبير، خط دفاع وخط هجوم، فبالتالي فكره ان انت تهاجم بعدد كبير مش هي الاساس لو انت النهارده لعيبتك مش حافظين خطه او عندهم طريقه معينه ان هم يقدروا يخترقوا الحصون دي. في نفس هو قال كده باللفظ ان احنا بنلعب مع فريق بيقوم بعمل تحول من الدفاع للهجوم بشكل رائع. معروف جدا عن النادي الاهلي حتى بخلاف الغير متخصصين، لو جينا سالنا اي حد، ان النادي الاهلي افضل فريق بيعمل تحول في الكره المصريه او في افريقيا حتى كلها في الفترات الاخيره. طب تفتكر ده يعني ليه هو كمدير فني مدرب فني وهو بيحط الخطه للعب، مش المفروض يكون عامل حساب الموضوع ده كويس؟ بص يا سلمى، دايما الكوره عندنا الناس المتخصصين يعرفوا يقول لك الكوره دايما بتلعب على التفاصيل الصغيره. بمعنى ان انا النهارده ممكن اكون عامل حسابي ان انا هخترق من الطريقه الفلانيه، او ان انا هلعب بالطريقه الفلانيه، او ان انا هقفل على الاهلي بالطريقه الفلانيه. مش كل افكاري بتبقى مظبوطه، وانا مش بلعب نفسي، يعني انا وانا قاعد بلعب المباراه او بحط يعني بحط سيناريو المباراه، مش انا بس اللي قاعد بلعب او انا بس اللي بحط خطه، في مدرب تاني ومدرب كبير اسمه مستر كولر المدير الفني الاهلي، فبالتالي هو برضو صحيح. عارف نقاط قوتك وعارف نقاط ضعفك، فبالتالي هيحاول يلعب عليها وهيحاول ان هو يخترقك، فبالتالي هو زي ما بيقولوا كده يعني كل واحد فيهم بيبقى حاطط الخطه اللي هو شايفها مناسبه بالنسبه له. طبيعي جدا هتحط يعني في حاجات افكار ليك ممكن ما تبقاش مظبوطه، الخصم هيستغلها، وده اللي حصل من النادي الاهلي، بس الاستغلال زي ما انت حتى قلتي جه بدري. فالاستغلال البدري الدقيقة الثانية على طول ده خلى اللعيبة طبعًا احنا عايزين نتكلم طبعًا على حسين الشحات، يعني طبعًا هو خد أفضل لاعب بعد المباراة، جونين في مباراة واحدة والأجوان كمان كانت حلوة جدًا، فاحنا هنرجع تاني لموضوع الأجوان ده بالتفصيل، بس خلينا نرجع تاني لتصريحات المدرب الفني لنادي الزمالك.
قصة إن ممكن يكون مدرب هو مصمم على خطة واحدة ومش عايز يغيرها، ممكن يكون عايز يبقى ليه أسلوب لعب معين مش عايز يحيد عنه، هل ده صح ولا غلط؟ وهل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ دي مدرسه في التدريب، في مدربين، ودي حق مش في مصر هنا او مش سوري وبس، مدربين كتير جدا في العالم بيقول لك ان انا متعصب لخطتي. يعني انا هلعب بخطتي دي ايا كان مين المنافس، بلعب فريق قوي، بلعب فريق ضعيف، بلعب في نهائي بطوله، انت تفتكر سوري كده في دور التمهيدي؟ لا انا واضح جدا ان سوري كده، هو الراجل دايما طول الوقت بيلعب على خطته. وعلى فكره في نماذج عالميه ناجحه، لما نيجي نتكلم في جوارديولا مثلا، المدرب العظيم جدا جدا، الراجل دايما متزمج جدا لخطته. ده كلفه مثلا خساره دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اوروبا النسخة اللي فاتت، ولكن في النسخة دي كسبها. يعني هو الموضوع بيبقى رايح جاي. انا النهارده في مدربين كده، وفي مدربين لا ما بيعتمدوش الطريقة دي، في مدربين كل مباراة وليها خطتها، كل مباراة وليها رجالها. مظبوط، زي كولر، زي موسيماني. يعني دايما في مدربين كده يقول لك لا انا النهارده ممكن العب بتشكيل، ممكن الماتش الجاي العب بتشكيل مختلف تماما. النهارده ممكن العب بخطة 3 4 3، ممكن العب الماتش الجاي 4 4 2، ما عنديش اي مشكلة. مش الموضوع مش ايه، مش مرتبط بيا انا، لا مرتبط باللي بلعبه. لو انا بلعب الزمالك اللي بيلعب بالطريقه الفلانيه، او بلعب الوداد اللي بيلعب بالطريقه العلانيه، فانا بالنسبه لي هغير خطتي على كل فريق. وفي مدربين تانيين لا، وسوري واضح ان هو منهم. ولكن الزمالك ما حدش ينكر برضو ان الزمالك السنه دي بيعاني من قصور كبيره جدا جدا على المستوى الفني. صحيح، ما حدش ينكر ان اللعيبه متراجعه، ما حدش ينكر ان في لعيبه كتير جدا جدا رحلت عن صفوف الفريق ما تمش تعويضها بالشكل الامثل. لما نتكلم في مستوى لعيبه زي فرجاني ساسي، لما نتكلم في اشرف بن شرقي، لما نتكلم في مصطفى محمد، لما نتكلم في طارق حامد، لما نتكلم في لعيبه كبيره، لعيبه مخضرمه، لعيبه تصنع الفارق، مفيش مشكله. كل نادي في العالم بيتعرض لخساره بعض اللاعبين، سواء الرحيل لانديه تانية، سواء للاصابه ايا كان، الونش للاصابه طبعا ربنا يرجعه بالف سلامه. فبالتالي انت خسرت لعيبه كبيره جدا، ولكن تعويضك للعيبه دي محتاج يكون عندي خطه بديله وسريعه. معاك حق. طب احنا معانا زميل الناقد الرياضي عمر عماد على التليفون. احنا دايما بناخد اصلي توقعات النقاد عندنا هنا في البرنامج، وبنرجع تاني نرجع لهم ونرجع لتوقعاتهم. فاحنا معانا عمر عماد على التليفون. صباح الورد عليك يا عمر. صباح الورد عليك يا سلمى، وصباح الورد على كل اللي بيسمعونا. يعني يومكم جميل ان شاء الله. صباح الفل عليك. بص انا مش مكلمك عشان نتيجه ولا اي حاجه، انا مكلمك عشان اقول لك كل سنه وانت طيب. انت قلت لي عيد ميلادي هيكون يوم الماتش، وان شاء الله يبقى وشي حلو عليكم. فالحقيقه انت كان وشك حلو علينا، والحمد لله النتيجه زي ما انت شفت كانت 4-1، على عكس الماتش اللي كان وشك فيه مش حلو قوي علينا. فكلمني بقى عن الماتش ده، شفته ازاي والنتيجه طلعت بره توقعاتك حبه حلوين؟ زي ما بنقول وبنختم كده على توقعات النقاد الرياضيين عندنا في البرنامج، برضو لو توقعاتهم ما كانتش صحيحه هنجيبهم ونواجههم بتوقعاتهم. فقول لي بقى ليه توقعك ما صابش المره دي على عكسك؟ يعني انت دايما ما بتعملش كده، دايما توقعاتك بتصيب. اولا انت طيبه سلمى طبعا، ومبروك فوز الاهلي، يعني مبروك للاهلاويه. يعني طبعا كان فوز مستحق في الاول وفي الاخر، فوز مستحق للاهلي. يعني بصراحه لعب ماتش كويس كالعاده، يعني مع كولر بيقدم اداء ونتائج رائعه الاثنين، وبطولات بطوله الخمسه مع كولر. بصراحه الارقام كلها بتتكسر مع كولر. هي الفكره كلها ان الزمالك الفتره اللي فاتت كان بيلعب بشكل كويس جدا. يعني الزمالك حتى كان اوزوري لما جه اول ماتش، انا فاكر كويس مع ضد المقاولين العرب، كان اوزوري بيلعب بنفس الفكره بتاعت ماتش الاهلي شويه. ان انت وماتش الداخليه بعد كده، يعني ان فكره ان هو مش موجود نص ملعب مدافع، يعني اوزوري بدا بشكل خاطئ جدا جدا. ده ما توقعتوش بصراحه، يعني ما توقعتش ان هو يبتدي بالشكل الخاطئ ده. على الاقل كان اعتقد محمد عراقي قال نفس الكلام بالظبط، قال ان البدايه كانت خاطئه. بالظبط بالظبط. يعني الزمالك لو كان بدا في البدايه باشرف روقه مثلا، او عمرو السيسي مثلا في نص الملعب، بدل ما كان بدا بفتوح. هو اولا يعني الزمالك خسر ظهير ايسر كفتوح، وخسر لعيب نص ملعب برضه. يعني الاهلي نقطه قوته اصلا مع كولر في نص ملعبه. محمد موافق على الكلام ده؟ طبعا، يعني كلام مظبوط طبعا. فعلا البدايه كانت خاطئه بشكل كبير جدا من اسوريو، سواء على مستوى التشكيل او على مستوى الخطه. وقدر كولر ان هو يستغل الموضوع ده بطريقه مثلى بصراحه. فبالتالي لا، يعني اكيد التشكيل مع عمر ان هو كان المفروض يبتدي بالاسماء دي في البدايه. ايوه، هي القصه كمان مش قصه اسماء اكتر ما هي قصه طريقه. يعني انت النهارده طبعا، ودايما زي ما قال عمر برده، قصه ان انت مثلا لعيب زي بقيمه احمد فتوح لما تلعبه وتخسره كظهير ايمن، فانت كده هيبقى عندك مشكله كبيره في الظهير الايمن. وفي نفس الوقت
لما تلعبه في خط الوسط، فانت ما بتاخدش الاستفاده القصوى منه كلاعب ممكن يصنع لك الفارق في مركز الظهير الايمن، وخسرت لعيب كان ممكن يقدم لك اضافه كبيره في المكان ده. فبالتالي لا طبعا اكيد الخطه وطريقه اللعب ما كانتش مناسبه تماما، فبالتالي العناصر اللي انت استخدمتها ما كانتش مناسبه. طب نرجع لعمر تاني، عمر لو هتغير تغييره واحده بس في تشكيله نادي الزمالك من الشوط الاول بالتحديد، هتنزل مين مكان مين؟ هتغير مين مكان مين؟ كنت هبتدي يعني على بالرغم من سوء مستواه طول الموسم السنه دي والفترات الاخيره، بس كنت هبتدي اكيد باشرف رؤى بدل حاتم سكر مثلا على سبيل المثال. محمد كنت هتبتدي اشرف رؤى؟ كان محتاج، كنت محتاج نص ملعب مدافع في الزمالك في ماتش زي ده قدام لعيبه الاهلي. ان كولر كمان مش مدرب اللي هو لا، كولر كانه بقى له 10 سنين في مصر بيقرا الملعب، من افضل المدربين شفتهم في حياتي مع الاهلي، بيقرا الملعب بشكل كويس جدا ومدرب ذكي جدا 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 ما شاء الله عليه. طب محمد لو انت كان عندك الاوبشن ده كنت هتنزل مين مكان مين؟ يعني قصه ان يبتدي بديفندر صريح، اه دي كانت مهمه. يمكن لو تفتكري في بدايه كلامنا قلت لك ان المشكله الكبيره جدا جدا لاوسوريو ان هو ما لعبش بديفندر صريح. ديفندر بيقدر يؤدي مهام لاعب رقم 6 بشكل مظبوط، مش بشكل يعني في توظيف، لا هو ده مكانه، ده الحته بتاعته. دايما المكان رقم 6 ده لما يجي يقول لك لما يكون عندي لعيب 6 كويس فانا بالتالي بقدر اكون كويس في المباراه. ليه؟ لان ده هو بيقول لك الصداده، ده صحيح. اللي هو قاطع الكرات، اللي هو دايما يستخلص الكوره من المنافس عشان يديها لك عشان تبتدي تصنع هجمه. لما يكون عندك قصور في المكان ده فبالتالي مش هتقدر تستخلص الكوره من المنافس، ودي على فكره كانت نقطه مهمه جدا جدا في افضليه الاهلي على الزمالك في بدايه المباراه، ان الزمالك مش قادر يستخلص الكوره من النادي الاهلي والاهلي بيعمل اللي هو عايزه، فبالتالي قدر يستغل النادي الاهلي ده. انا بس احنا حطيناكم انتوا الاثنين قدام بعض فارائكم تكاد تكون متشابهه جدا. فعمر سؤالي ليك الاخير، توقعك ايه لماتش بكره النادي الاهلي مع المقاولين؟ عشان زي ما قلت لك انت توقعاتك دايما بتصيب. يعني انا اتوقع ان الاهلي هيحاول ان هو يحافظ على سلسله ان هو ما اتغلبش السنه دي، واتوقع ده الاقرب. يعني ان الاهلي لسه فاضل ماتشين برضو من الماتشات هتكون صعبه قدام بيراميدز وقدام المصري، بس انا اتوقع ان الاهلي هيستمر بكره طبعا بدايه من ماتش المقاولين العرب ان هو يواصل على الاقل حتى سلسله الهزيمه. يعني الاهلي مش هيدي مباراه اهميه كبيره بالشكل بتاع مباراه الزمالك، خاصه ان هو بعد 3 ايام بس من المباراه، ولكن الاهلي برضو اكيد مع مارسيل كولر بيحاول ان هو يحقق ارقام كويسه. اديني رقم يا عمر، انا عارفه انك قلقان بعد ما الرقم الاخير ده خرج عن السيطره، بس اديني رقم وهجيبك تاني ما تقلقش. يعني هجيبك تاني لو طلع غلط يبقى انت كده اتحسدت بقى خلاص. لا والله يعني هو الزمالك فعلا خاب كل التوقعات في المباراه بصراحه، والحمد لله ان برضه النتيجه خلصت 4. يعني بالنسبه اللي حصل الشوط الاول انا ما توقعتش ماتش دي شهاده أربعة لينا يعني يخلص اكتر من دي شهاده لينا عشان انت زملكاوي، خلي بالك مفيش اجمل منه كده. دي شهاده لينا ونعتز بيها. واشكرك شكرا جزيلا يا عمر، مش هخليك تقول الرقم المره دي، المره الجايه. طيب نرجع تاني لمحمد، انت متوقع ايه الماتش بكره؟ صحيح ما بقتش فرقه كتير، خلاص الاهلي حسم الدوري. لا ايه الاحباط ده؟ احنا مبسوطين بقى بنادي الاهلي وكده. لا خلاص، اصل هي الكوره دايما، ما هو خلاص انت عندك موسم جديد المفروض تستعدله، عندك لعيبه المفروض تاخد قرار فيها. النهارده الاهلي عنده قايمه كبيره ولعيبه كتير المفروض ياخد فيها قرار، سواء لعيبه هيبيعها، لعيبه هيستغنى عنها، لعيبه هيوعرها، فبالتالي المفروض يدي فرصه خلال المباريات المتبقيه للعيبه دي عشان يقدر يقف على مستواهم. ممكن يبص الاهلي شويه لفكره عدم الهزيمه ويبقى الدوري لا هزيمه وكده، ولكن مش ده الاساس. الاساس دلوقتي ان انت تفكر ازاي تسوق اللعيبه دي، ازاي تبتدي تبص على اللعيبه بتاعتك، ازاي تعمل سكواد مهم للموسم الجديد، تعرف نواقصك ايه، تعرف النهارده خلاص انت بتلعب الفرق الاساسيه طول الفتره اللي فاتت والفرقه ادت اللي عليها واكتر، فبالتالي لازم تجرب اللعيبه البدلة عشان تبتدي تشوف ايه النواقص اللي عندك، لو لا قدر الله لعيب من الاساسيين دول ما كانش موجود الفتره الجايه. بمناسبه المواسم الجديده دي هنحتاج نروح لامام عاشور شويه. مفيش امام عاشور في النادي الاهلي خلاص رسمي. ده خلاص ده رسميا الموضوع يعني لا اتحسن. انا بقول لك رسمي، يعني انا المعلومه اللي عندي خلاص ان امام عاشور مضى للنادي الاهلي لمده 5 سنين، والاهلي خلص كمان ووقع العقود مع نادي ميتلاند اونلاين، خلاص الموضوع خلص تماما. ولدرجه ان امام عاشور صور الاعلان التقديمي بتاعه داخل النادي الاهلي وهيتم الاعلان عنه يعني خلال يعني يومين بكتير جدا جدا، فقصه امام عاشور خلصانه تماما. طب نادي الزمالك انت مش حاسس ان هم محتاجين وبشده ان هم يعملوا صفقات جديده الفتره دي؟ لا الشده محتاجين بشده وبشده، ولكن زي ما بيقولوا كده ما باليد حيله. دلوقتي الزمالك بيعاني من ازمه ماديه كبيره. الزمالك اساسا عشان يفتح قيده محتاج ان هو يدفع رقم كبير
لنادي سبورتنج لشبونه عشان يقدر دلوقتي القيد بتاع نادي الزمالك. طب ما فيش حلول؟ دايما بيبقى فيه ناشئين وبيبقى فيه لعيبه في انديه ممكن تكون مش معروفه قوي وتكون اسعارهم مش غاليه قوي وبيوفوا بالغرض وزياده، يعني بيبقوا فعلا نجوم بس لسه ما حدش اكتشفهم. ما فيش حلول بديله يعني الكلام ده لما اصل هنفضل طول الوقت نقول احنا عندنا ازمه ماديه لما اكون شغال في ظروف طبيعيه والظروف ان انت عندك منافس زي ما قلنا منافس هو الافضل في افريقيا دلوقتي النادي الاهلي وعندك منافس جاي من وراه عنده قوه شرائيه عاليه جدا جدا نادي بيراميدز وعندك بعبع طالع في الكره المصريه اسمه فيوتشر، فانت عندك انديه دلوقتي يعني صعبه جدا. فبالتالي عشان تنافس الانديه دي لازم يكون عندك قوه شرائيه. احنا بيراميدز احتل مكان الزمالك خلاص. لا مش مكان الزمالك، هو الزمالك نادي كبير بيحتل ساعه الاول ساعه الثانيه، هي قصه مش ان هو بيراميدز احتل، القصه ان بيراميدز عنده قوه شرائيه فبالتالي يقدر ان هو يدخل وبيشتري. لكن الزمالك النهارده هنيجي نقول مثلا هنستخدم اللعيبه الشباب، طيب اللعيبه الشباب دول هل عندهم الخبرات الكافيه لمواجهه اللعيبه الكبار؟ احنا لما بنتكلم دلوقتي في قصه تشكيل نادي الزمالك قلنا حاتم سكر خامه مباشره ولعيب صغير ولعيب ان شاء الله يبقى لعيب كويس جدا الفتره اللي جايه ولكن يفتقر للخبرات، فطبيعي جدا مش هنقدر نلومه اللوم الكامل. ولكن الزمالك لا، الزمالك محتاج حلول سريعه جدا جدا لان الزمالك من سنتين بس كان من افضل فرق في افريقيا وكان واصل لنهائي افريقيا وكان بياخد الدوري. ما هو انا اقصد انه احتل مكانه ان احنا هل هنشوف بقى بيراميدز في دوري ابطال افريقيا؟ هنشوفه طبعا خلاص. هو الاهلي وبيراميدز في دوري ابطال افريقيا والزمالك وفيوتشر في الكونفدراليه، ده خلاص ده امر واقع، يعني ده امر واقع خلاص دي ما فيهاش كلام. فبالتالي احنا النهارده دلوقتي بنتكلم في قصه ان انت النهارده مين اللي هيكون يقدر يقوي الزمالك او يخلي الزمالك في المكانه بتاعته؟ اكيد اللعيبه الكبار، اكيد ان انت تروح تشتري صفقات على اعلى مستوى، لعيبه مهمه، ما ينفعش ان انت النهارده تروح تشتري لعيبه او تيجي تقول لعيبه مثلا صغيره ممكن يوفوا لك بالغرض، لا هيكون صعب جدا. طب احنا امبارح شفنا في المباراه كان في شد وجذب كتير، كان في كروت صفرة كتير، شفنا محمد عبد المنعم ومحمد هاني كان في شد وجذب واضح وصريح حتى على شاشات التلفزيون، فايه ايه الاسباب ورا الكلام ده؟ بص يا سلمى، هو طبيعي جدا في مباريات القمه تلاقي يعني زي ما بيقولوا كده كل فريق حابب ان هو يكسب، كل لعيب عارف ان هو المباراه دي بالنسبه له هتكون مهمه جدا على المستوى الجماهيري، كل لعيب عايز يؤدي افضل حاجه عنده، فبالتالي انت في العصبيه بيقول لك دي دايما يقول لك ايه نرفزت ملعب تنشلت ملعب، بتحصل في الكوره يعني دايما في الكوره بتحصل، ولكن اهم حاجه ما يبقاش فيه تجاوز خروج عن النص، حد يعمل حاجه المفروض ما كانت ما تتعملش، هو ده الاهم حاجه. ولكن الاشادات الطبيعيه دي اللي بتحصل، لعيب مش عارف اتكلم مع لعيب بطريقه مش عارف ايه، لعيب قال للعيب كذا، ولكن القصه كلها لا يعني الموضوع يعني ده طبيعي بيحصل في الكوره، ولكن اهم حاجه بس ما يخرجش عن المألوف. طيب يعني موضوع الكروت الصفراء ده تفتكر ماتش بكره انت قلت ايه خلاص مش فارقه خلاص، تفتكر اللعيب بيبقى بيلعب وهو عارف ان هو هياخد كارت اصفر مره واثنين وثلاثه وهو عنده ماتش مش مهتم بيه قوي فمش فارق معاه ان هو مش هيكون موجود في الماتش؟ هو اللعيب دايما بيفكر في المباراه اللي جايه، يعني انا النهارده لو بلعب مثلا فريق وعندي الزمالك المباراه اللي جايه مثلا تمام هكون مفكر في قصه الانذار ومش الانذار، عندي نهائي بطوله مهمه هكون مفكر، بس انا خلاص لما عارف مثلا الدوري بيخلص دلوقتي خلاص الدوري خلص، الاهلي والزمالك حسموا يعني الاهلي خلاص حسم الدوري، الزمالك عارف مكانه هيلعب خلاص في الكونفدراليه، فبالتالي مفيش اللي هو ايه لو ما لعبش الماتش الجاي ده يبقى احسن لي ارتاح حتى لبدايه الموسم الجديد. خلي بالك اللعيبه دايما بيحسبوها كده، يعني كل لعيب بيبقى عايز يرتاح، كل لعيب بيبقى عايز ياخد اكبر قسط من الراحه قبل الموسم الجديد، خصوصا احنا شايفين ان دايما اللعيبه بيبقى فيه تلاحم مواسم وده بيأثر على فكره على مستوى اللعيبه بشكل كبير. المستوى البدني والمردود البدني اللي بيقدموه بيكون مهم جدا جدا وبيكون تاثيره صعب جدا جدا. طب لو هنروح بقى للعيبه شويه، دايما كل ماتش كده تلاقي لعيب ظهر في الماتش ده وادى اداء عظيم زي ما كنا بنقول على حسين الشحات، طبعا هو جاب جونين والجون الثالث كان علي معلول والرابع كان محمد شريف. شايف اداء حسين الشحات كان عامل ازاي في الماتش ده؟ لا هو حسين الشحات بسم الله ما شاء الله من ساعه تقريبا قصه التجديد والدخول في التجديد معاه وبعد ما جدد، والراجل بصراحه من اهم اللعيبه داخل النادي الاهلي بصراحه، لعيب مؤثر بشكل كبير جدا جدا، لعيب قادر ان هو يعمل اللي عليه بشكل كبير جدا جدا، بقى نقطه تحول في النادي الاهلي او قوه كبيره جدا جدا في تشكيله النادي الاهلي بعد ما كان مستواه متراجع، ولكن ده يحسب لكولر، يعني خلي بالك يا سلمى مش حسين الشحات بس، ارجع كده من الورا لقدام هتلاقي لعيبه كتير جدا جدا في تشكيله النادي الاهلي ابتدى مستواها يرتفع بشكل كبير جدا جدا مع كولر. زي مين غير حسين الشحات؟ تعالي نتكلم كده بالراحه، محمد هاني كان اللي بيتعرض لهجوم عامل ازاي داخل النادي الاهلي، محمد هاني دلوقتي هو ظهير الايمن الاساسي للنادي الاهلي والظهير الايمن الاساسي لمنتخب مصر. لما نيجي نتكلم عن مثلا لما نيجي نتكلم عن بيرسي تاو بعد ما كان كل الناس لا يمشي وما يكملش وبتاع، حمدي فتحي واليو ديانج كان فترات كتيره كان مستواهم بيبقى متراجع، دلوقتي لا مع كولر مستوى عالي جدا جدا. كهربا نفسه اللي ما كان خلاص كان الاهلي هيمشي، كولر امبارح كان الهجوم كهربا بس،
هو كهربا هو طبيعي، هو دايما الاهلي بيلعب بفرود واحد وبيجي بعد كده محمد شريف بينزل في الشوط الثاني، ولكن كمان محمد شريف لما بينزل بيظهر بشكل كويس جدا جدا، وقدر ان هو يحرز هدف جميل جدا، وعلى فكره هو عنده عرض احترافي الاهلي دلوقتي بيناقشه في تركيا، فبالتالي لا الاهلي عنده قوه هجوميه كبيره، ولكن كمان الاهلي هيدعم ده بمستوى كبير خلال الفتره اللي جايه. طب هل المدير الفني للزمالك هل هيمشي؟ لان احنا سامعين في اشاعات كده ان هو جاي لعروض تانية بعد اللي حصل في ماتش اول امبارح، الكلام ده كله تتوقع ان هو لا؟ بصي اسوريو على فكره من ساعه ما اسوريو من الاسماء الكبيره وبيجي له عروض كتير على فكره، هو بس هو الراجل واضح ان هو حابب التجربه، وواضح هو من المدربين اللي هي دايما تقول لك ايه، لا انا لما امسك تحدي او لما ادخل تحدي لا احب اكمله للاخر، ما احبش ان انا يعني اللي هو اخرج وامشي في النص واللي هو اتراجع، لا انا بحب اكمل للاخر. وكيله خرج واكد ان هو فعلا عنده اكتر من عرض مهم جدا جدا، ولكن هو بالنسبه له الاستمرار داخل نادي الزمالك هو يعني الاولويه الكبيره ليه خلال الفتره اللي جايه. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكراً على وجودك معانا النهارده الناقد الرياضي محمد عراقي، نورتنا وصباحك صباح الورد. ساده مشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لكم تاني في تاني فقراتنا النهارده، ما تروحوش في حاجه.